اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده كانت في زياره مهمه جدا للنادي الاهلي، زياره من وفد رفيع المستوى من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف وعدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا داخل النادي الاهلي بالجزيره. قدامكم على الهواء مباشره اهي دي بعض اللقطات الخاصه من مقر النادي الاهلي في الجزيره، وكان على راس مستقبلي هذا الوفد الاستاذ خالد مرتجي امين صندوق مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. وده استقبال على فكره اللي بيسلم على الكابتن خالد مرتجي كابتن وجدي العوادي السكرتير العام والامين العام للاتحاد التونسي لكره القدم وعدد من المسؤولين في بعض الاتحادات القاريه. يعني قدامنا مثلا دونج هوليم مستشار قانوني بالاتحاد الكوري، قدامنا مثلا الرئيس التنفيذي لاتحاد جنوب افريقيا تيبوجو موسلانا، معاكم كمان موجود في محامي من نادي ساو باولو البرازيلي فليب كارفيلو، كمان مدير التطوير والتراخيص في الاتحاد الافريقي اهو قدامنا اللي بيسلم على المهندس خالد مرتجي الاستاذ محمد سيداد، ده مدير التطوير والتراخيص وتطوير الملاعب في الاتحاد الافريقي لكره القدم، كمان خوان مانويل مدير اللوائح في الاتحاد الدولي فيفا كان موجود النهارده، ايفا امرساير منسق بالاتحاد الالماني لكره القدم، سيباستيان نوف مدير المشروعات بالاتحاد الدولي فيفا، مستر نيكولاس مدير الشؤون القانونيه بالاتحاد اليوناني، توماس سيما مدير كره القدم في الاتحاد الزامبي. يعني عايز اقول لكم وفد رفيع المستوى النهارده كان في زياره خاصه لصالح النادي الاهلي عشان كان في دبلومه الاتحاد الدولي بينظمها في الاتحاد الافريقي، وفي ختام هذه الدبلومه وورشه العمل كانت زياره مهمه جدا لاحد اهم الانديه والمؤسسات الرياضيه في القاره الافريقيه النادي الاهلي. الهدف من الزياره الناس بتشوف صناعه كره القدم في القاره الافريقيه من خلال افضل مثال وهو النادي الاهلي. قدامنا وفد الفيفا هو مع المهندسه حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص في النادي الاهلي لشرح كل هذه الامور المتعلقه بدولاب البطولات في النادي الاهلي، حجم الانجازات اللي تمت في قطاع الكره في السنوات الاخيره. عايزه كمان ما انساش النهارده كان موجود كمان خوان مانويل عضو لجنه الحوكمه والمراجعه في الاتحاد الدولي فيفا. يعني احنا بنتكلم النهارده في عدد من المسؤولين لاهم الادارات اللي موجوده في الاتحاد الدولي قبل الناس دي ما تطلع على قطر للمشاركه في كاس العالم. الناس كلها حريصة وهي بتختتم دبلومة القانون وصناعة الرياضة والكورة في الكاف إن يكون في تطبيق عملي ويشوفوا تجربة النادي الأهلي بشكل رسمي. اللي قدامنا في خلفية الصورة واللي مدينا ظهره ده الأستاذ محمد سيدات مدير اللوائح والتراخيص في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وده بقى اللي بيدي الرخصة. يعني هو اللي بيديك بقى رخصة البرو، رخصة المحترفين، أنت نادي محترف ولا لأ، من خلال لجنته وإدارته اللي بتتبع لجنه الانديه اللي بيرأسها احمد ولد يحيى الموريتاني نائب رئيس الكاف، هم اللي بيديكوا الرخصه، هل انت نادي محترف ولا مش محترف؟ هل بتطبق المعايير ولا مش بتطبق المعايير؟ قدامنا طبعا مسؤول الفيفا والكاف وهم بيبصوا طبعا على ابرز الجوائز والانجازات للنادي الاهلي، من ضمنها طبعا جائزه نادي القرن في الاتحاد الافريقي اللي الاهلي استلمها عام 2001. ندوه مهمه جدا وورشه عمل بتتكلم على قانون اللعبه. وبتتكلم على كمان المنازعات الرياضيه وبتتكلم على دور المؤسسات الرياضيه في صناعه كره القدم. طب لما حبوا يزوروا مؤسسه وهي الاكبر والاهم في القاره الافريقيه زاروا مين؟ زاروا النادي الاهلي. ليه؟ زي ما انتم شايفين على الشاشه نسخ من عدد البطولات اللي الاهلي فاز بيها والاميره السمراء دوري ابطال افريقيا 10 القاب دوري ابطال افريقيا. فالعظمه اللي انت شايفها متحف النادي الاهلي قدامكم الصور الخاصة بتاريخ النادي الأهلي والمتحف، بالمناسبة صورة منهم دبلومة من الاتحاد الدولي فيفا وإهداء للنادي الأهلي، صورة منهم رخصة الأندية المحترفة للنادي الأهلي موجودة في المتحف الرسمي. فبالتالي كل اللي شاركوا في ورشة العمل سواء من مسؤولين الفيفا أو مسؤولين الكاف كانوا حريصين يكونوا موجودين النهاردة في النادي الأهلي. كمان استلام النادي الأهلي جائزة نادي القرن في دبي لما كان ساعتها من حوالي سنة كابتن محمود الخطيب موجود واستلام هذه الجايزة عن دور النادي الأهلي في القارة الإفريقية والدور المؤسسي كنادي اجتماعي ورياضي في الرياضة المصرية والعربية والقارة الإفريقية. قبل كمان الأستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الأهلي بالجزيرة واستقبال لعدد من القيادات، ويمكن شايفين كمان إهداء التيشيرت الخاص بالنادي الأهلي وبعض الدروع التذكارية، ويمكن البعض منهم على طول ارتدى تيشيرت النادي الأهلي، وانه بالتأكيد فخر كبير جدا.
استاذ محمد سيدات ده من الشخصيات المهمه جدا والادارات المهمه جدا في الكاف، يعني اداره اللوائح والتراخيص. طيب في تفاصيل اكتر بالتاكيد هنعرفها من خلال هذه الزياره، واحنا قدامنا بالتاكيد زي ما انتم شايفين يعني الجوله التفقديه لوفد الفيفا والكاف داخل النادي الاهلي عشان يشوفوا المنشات، يزوروا ملعب مختار التتش بالجزيره، يشوفوا مبنى قطاع الكوره، لان بالتاكيد كل الامور دي بتندرج تحت بند نادي محترف، فبيشوفوا النادي الاهلي وصل الى اي مدى من درجه الاحتراف اللي بالتاكيد ما فيش نادي في افريقيا بيضاهي نفس هذه الدرجه. اروح مباشره الى مقر النادي الاهلي بالجزيره مع الزميله العزيزه مريم سميح موفد قناه الاهلي واللي موجوده حاليا عشان تنقل لك كل الاحداث اللي رصدتها من خلال هذه الزياره، وهي زياره مهمه جدا بتلقى اهتمام كبير جدا حتى من اللجنة الإعلامية سواء في الكاف أو حتى في الفيفا. مساء الخير يا مريم. برحب بيك طبعا يا محمد، وبرحب بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وأكيد طبعا برحب بمشاهدي الترند. طيب نعرف منك آخر الأخبار وما رصدتيه في خلال هذه الزيارة، لأن الزيارة بالتأكيد للتاريخ، محتاجين نعرف منك أدق التفاصيل، وكان في اجتماع أعتقد كمان قبل الجولة التفقدية. مظبوط طبعا كلامك يا محمد. الحقيقه ان يعني التحضيرات لهذه الجوله الخاصه بالاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي بيتم التحضير لها على قدم وساق يمكن من مساء امس، والحقيقه ان التحضيرات دي امتدت حتى صباح اليوم. الحقيقه ان احنا كلنا كنا متواجدين منذ الصباح الباكر او حوالي يعني الساعه 10:11 صباحا لاستقبال طبعا هذا الوفد الكبير. الحقيقه ان هم وصلوا في تمام الساعه 3:30 عصرا، وامتدت الزياره لمده ساعتين، وان هم لسه يعني مغادرين خلال الدقائق القليله الماضيه. الحقيقه ان كان في استقبالهم طبعا المهندس خالد مرتجى امين صندوق النادي الاهلي، وايضا طبعا كابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وكان طبعا معاهم الاستاذ خالد مرسي رئيس المقر الرئيسي بالنادي الاهلي بالجزيره. طبعا الحقيقه ان كان استقبال كبير جدا، يعني الحقيقه مختلف ادارات النادي الاهلي كانت في استقبال هذا الوفد حتى يليق بيهم. طبعا الحقيقه ان هم حوالي 21 فرد ممثلين عن عدد كبير جدا من الاتحادات، سواء الاتحاد الألماني، الاتحاد الروسي، الاتحاد يمكن كمان الإفريقي، الاتحاد الجنوب إفريقي، كمان الاتحاد التونسي، الاتحاد الكولومبي، الاتحاد الألماني، يعني يمكن أكثر من اتحاد. كمان كان في ممثلين عن الأندية طبعا، وأبرزهم نادي ساو باولو طبعا البرازيلي. الحقيقة أن كلهم كانوا متواجدين رفقة هذا الاتحاد أو الوفد الكبير. الحقيقة أن كانت بدايتهم داخل قاعة فكري أباظة، كان طبعا في استقبالهم أو كان يمكن اجتماع مصغر طبعا اجتمع بيهم المهندس خالد مرتجي وكابتن حسام غالي. الحقيقة ان كان في كلام مهم جدا اتقال، بدأ بيه طبعا المهندس خالد مرتجي، اتقال انه دايما اي يعني وفد بيكون مهتم ان هو يزور الاهرامات بالجيزة. الحقيقة انه طبعا يعني مهندس خالد مرتجي قال انه النادي الاهلي هو هرم الرياضة الافريقية والمصرية، وعلشان كده طبعا اي وفد خاص بالاتحادات الدولية الخاصة بكرة القدم بيكونوا حريصين ان هم يكونوا متواجدين طبعا داخل هرم الرياضه المصريه والافريقيه. والحقيقه ان كان في يعني سؤال هام جدا من احد اعضاء هذا الوفد بخصوص قاعه فكري اباظه. الحقيقه ان هو سال المهندس خالد مرتجي ليه تم تسميتها بهذا الاسم او من هو فكري اباظه. طبعا كان في شرح مفصل ان ده احد شيوخ النادي الاهلي طبعا، وبجانب ان هو أحد العلامات البارزة في عالم الأدب والصحافة، هو أيضا عضو من 1913 في النادي الأهلي. والحقيقة أنه هو كان بيجتمع بمختلف أعضاء النادي الأهلي أو قدامى أعضاء النادي الأهلي في هذه الصالة أو هذه يعني القاعة علشان يكون أو يحكي تاريخ النادي الأهلي تحديدا، ويقول يعني الإنجازات الكبيرة. والحقيقة أن كمان المهندس خالد مرتجي قال لهم أن هو أحد الوضعين لأسس النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي. الحقيقة كلهم اتكلموا عنها بشكل كبير ومفصل. حقيقة ان هم كان عندهم يعني انبهار يا محمد بفكره المبادئ. دايما لما سالتهم في فكره ايه اكتر حاجه كان مشهور بيها النادي الاهلي قبل ما يجوا يزوروه، اتكلموا عن التاريخ والمبادئ، هي دي اكتر حاجات كانوا مركزين عليها. يعني يمكن ايضا كمان المهندس خالد مرتجي وصل لهم رساله هامه جدا طبعا من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، قال طبعا ان هو بيعتذر عن التواجد لوجوده طبعا في يعني فتره علاجيه خارج البلاد، ولكن الحقيقه ان كابتن محمود
الخطيب كان حريص جدا ان هو يوصل سلاماته لهذا الوفد الكبير وهذه الزياره الكبيره، وقال ايضا يعني كان حريص جدا ان هو يخلي المهندس خالد مرتجي ان هو يوصل لهم ان النادي الاهلي موجود ليدعم اي تسهيلات فيه طبعا، او هذا الوفد ان هو يكون موجود ليهم اي تسهيلات مطلوبه منهم خلال زيارتهم لمصر، وان النادي الاهلي مش جديد عليه ان هو يقدم كل التسهيلات وكل الدعم اللي موجود في الرياضه المصريه لاي وفد دولي او اي حد بيدعم طبعا يعني كره القدم المصريه والافريقيه. كمان اتكلم معاهم المهندس خالد مرتجي عن اكيد ان احنا يعني رقم واحد في افريقيا، وان احنا لسه يعني فايزين بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ويمكن كان ليهم بعض الاسئله الخاصه كمان بجولتهم في مقر النادي الاهلي بالجزيره. اتكلموا ايضا انه ده النموذج الرئيسي لكره القدم الافريقيه، لما اختاروا نادي علشان يكون هو النموذج لكره القدم الافريقيه والمصريه اختاروا النادي الاهلي يكون الزياره الاولى ليهم في مصر علشان يتعلموا او يحتذوا بهذه المبادئ، وكمان يشوفوا ازاي يعني الموديل او النموذج اللي ماشي عليه النادي الاهلي علشان يكون في تقييم لهذا، او يعني بغض النظر عن التقييم ان هم يكونوا ماشيين على نفس النموذج ده في النوادي الاخرى طبعا الافريقيه والدوليه. كمان كانت جولتهم الحقيقه موسعه يا محمد داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، زي ما قلنا بعد يعني ما انتهوا من اجتماعهم بقاعه فكري ابوظه، الحقيقه ان قبل ما يغادروا القاعه تم تقديم ليهم طبعا يعني يمكن هدايا تذكاريه او رمزيه، شعار النادي الاهلي طبعا اكيد بالتاكيد، وعدد اخر من الهدايا التذكاريه الخاصه بلوجو النادي الاهلي او الخاصه بالنادي الاهلي. كمان بعد ما غادروا القاعه يمكن زي ما انت شفت طبعا في اللقطات اللي كانت موجوده، كان في عدد كبير منهم اهتموا جدا ان هم يكونوا موجودين في الاهلي ستور علشان يحصلوا على التيشيرتس الخاصه بالنادي الاهلي، والحقيقه ان هم ما استنوش حتى ان هم يغادروا مقر النادي الاهلي علشان يرتدوها، ولكن الحقيقه ارتدوها في نفس التوقيت، وكانوا حريصين ان هم يلتقطوا بيها طبعا الصور التذكاريه امام دولاب البطولات عقب مغادرتهم طبعا لقاعه فكري اباظه. كانوا موجودين زي يعني ما انا بقول لك، كانوا موجودين علشان يشوفوا دولاب البطولات، الحقيقه يعني كانوا يمكن فكره او كلمه منبهرين كانت قليله جدا، يمكن اول مره يشوفوا كم هذه الجوائز في دولاب بطولات، الحقيقه بعد برضو ما غادروا امام دولاب البطولات والتقطوا طبعا الصور التذكاريه علشان هم شايفين ان ده مش بيتكرر كتير بالنسبه لهم، كانوا عايزين طبعا يحتفظوا بهذه الصور. كانوا موجودين طبعا في المجمع صلاه المغطاه وصاله الامير عبد الله الفيصل، الحقيقه ان هم كانوا برضو عندهم او شافوا او اشادوا بالمستوى العالي الحقيقه لمجمع الصالات اللي بيتلعب عليها طبعا كل الفرق الرياضيه أكيد الاخرى سواء طايره او باسكت بول او اليد، واختتموا بقى الحقيقه جولتهم ب طبعا يعني ملعب التتش، الحقيقه ان هم كانوا موجودين ايضا بخلاف طبعا التتش وبخلاف المدرجات، كانوا حريصين ان هم يكونوا موجودين داخل اوضه الملابس طبعا الخاصه بالفريق الاول لكره القدم، والحقيقه ان كانت جولتهم ممتده حتى كمان المدرجات الجديده طبعا اللي يعني بيتم التحضير ليها او تم الانتهاء منها من حوالي عام، ده طبعا كان مهم جدا بالنسبه لهم ان هم يشوفوا كل يعني الانشاءات وكل التطورات الخاصه بالنادي الاهلي طبعا في هذه الزيارة الهامة جدا. مريم انا بشكرك بجد على كل هذه المعلومات والايضاحات، وبصراحة يعني ما سبتناش مساحة ان احنا نسأل اي سؤال، بجد بشكرك جدا جدا على كل هذه المعلومات والايضافات اللي بالتأكيد كان مهم جدا كل المشاهدين يتابعوها من خلال شاشة قناة الاهلي، وحدث فريد وحدث استثنائي زيارة وفد الكاف والفيفا الى مقر النادي الاهلي، واعتقد رسالة واضحة جدا للجميع، المؤسسة الرياضية الانجح والافضل في الوطن العربي وفي القارة الإفريقية بشهادة أعلى هيئة رياضية في العالم الفيفا والكاف.